السلام عليكم مشاهدينا. في البداية دعونا نعرف ما معنى كلمة مدمرة. المصطلح هنا مصطلح حربي، ويعني سفينة حربية قوية جدا ولديها قدرة غير عادية على المناورة. تحارب على ثلاث جبهات: الجو وفوق سطح البحر وتحت الماء. وبهذا تكون المدمرة هي الدرع الواقي لأي حرب في الماء، فهي مصممة خصيصا للمهمات الصعبة، ومن يمتلك هذه السفينة يجبر أعداءه على الخضوع له لعدم قدرته على مواجهة هذا الوحش الكاسر. دعونا نلقي نظرة على أقوى المدمرات في العالم. في البداية اضغطوا على زر الإعجاب الآن واشتركوا بقناتنا لمشاهدة المزيد. واحد، أوماها LCS-12. أنفقت الولايات المتحدة حوالي مليار دولار على بناء هذه المدمرة أوماها، ولقد تمت تسميتها على اسم أكبر مدينة في نبراسكا، لكنها ليست السفينة الحربية الأولى التي سميت بهذا الاسم. فهناك ثلاث مركبات حربية قبلها كانت تحمله، وهم عبارة عن سفينتين وغواصة، ولقد تم تعميد السفينة في 19 من ديسمبر عام 2015، وكانت سوزي بافيت هي راعية تلك السفينة. 2. يودالي كلاس ديستروير. من الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا، حيث تم بناء 12 سفينة بين عامي 1980 و1991، لكنها لم تكن سفنا عادية، بل إنها مدمرات الصواريخ الموجهة المضادة للغواصات. وهذا بالطبع لا يعني أنها لا تصلح لمواجهة السفن، فهي كانت تعمل على الجانبين في وقت واحد. طول السفينة كان 163 مترا وسرعتها كانت تصل إلى 35 عقدة. أما عن الاسم فهو يعني باللغة الروسية الجريئة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة تلك السفن وفعاليتها في الحروب. في عام 2010 قامت البحرية الروسية بالإعلان عن بدء تطوير 8 سفن منها، ومن المفترض أن تكون جاهزة بحلول عام 2022. ومن التحديثات التي تمت استبدال صواريخ SSN-14 بصواريخ SSN-22 المضادة للسفن، ومدفع مزدوج 130 ملم، وصواريخ UDAV-1 المضادة للتوربيد. كما قاموا بدعم السفينة بمحرك توربيني غازي حديث، وبأجهزة سونار أكثر قدرة، ونظام متكامل للتحكم في حرائق الدفاع الجوي. ومن الجدير بالذكر أنهم وضعوا عددا كبيرا من الأنظمة الإلكترونية الرقمية القائمة على أحدث الدوائر، فلو لم يتم استخدام التكنولوجيا في تطوير تلك المركبات فأين تستخدم إذن؟ 3. USS Independence LCS-2. الآن دعونا نشاهد سفينة حربية من المستقبل، وهي السفينة السادسة التي تحمل اسم الاستقلال إندبندنس. ولقد اشترك في هذا العمل شركة جنرال دينامكس وأكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم لوكهيد مارتن. هذه السفينة مصممة للعمل في المناطق الساحلية ولديها الكثير من القدرات المختلفة، فهي قادرة على العثور على الألغام وتدميرها ومحاربة القوارب الصغيرة وصيد الغواصات في المياه الطحلة. يعتمد تصميمها على هيكل ثلاثي الترايماران عالي السرعة، طولها 127.4 مترا وتصل سرعتها إلى 44 عقدة. تحتوي على مساحة كبيرة لهبوط الطائرات المروحية عليها، وهو ما يسمى بسطح الطيران، حيث تبلغ مساحة المكان 1030 مترا مربعا. وإذا انتقلنا إلى الطابق السفلي سنجد مساحة كبيرة تصل إلى 1410 أمتار مربع، وهذا يجعلها وسيلة نقل ممتازة وعالية السرعة. هذا ليس كل شيء، بل توجد وحدات أخرى بحجم الحاويات والتي تتسع لحمل عربات هامفي المدرعة إلى جانب القوات التابعة لها. وإذا نظرنا إلى السطح سنلاحظ وجود نظام دفاع صاروخي متطور، والذي يحتوي على 11 قاذفة صاروخية ذات هيكل دوار RAM إلى جانب مستشعرات فالانكس 1B، نسبة إلى ما قالته البحرية الأمريكية. فإن هذه السفينة ستكون جاهزة للعرض والعمل في مارس من هذا العام. 4. المدمرة سوفرميني كلاس. سوفرميني هي مدمرات الصواريخ موجهة، مهمتها في المقام الأول الحرب المضادة للسفن،
بينما توفر أيضا دفاعا بحريا وجويا للسفن الحربية ووسائل النقل تحت الحراسة تابعة للبحرية السوفيتية الروسية. لم يتبقى الكثير منها، واليوم هناك واحدة فقط منها تعمل في البحرية الروسية. تم تجهيز السفينة بنظام الصواريخ رادوغا موسكيت المضاد للسفن مع قاذفتين من 4 خلايا مثبتة على سطح السفينة. يمكن توجيه ما يصل إلى 3 صواريخ في وقت واحد، يصل مداهم إلى 30 كيلومترا بسرعات تصل إلى 830 مترا في الثانية. وتستطيع السفينة حمل 48 صاروخ تشيل. تحتوي السفينة على نظام رادار ذي مسح دائري ثلاثي الأبعاد لتتبع الهدف. وتم تزويد السفينة بنظام التحكم بالحاسوب مع رؤية إلكترونية وتلفازية. كما يوجد 4 أنظمة مدفع آلي من عيار 30 مليمترا طراز AK-630، ويصل الحد الأقصى لإطلاق النار إلى 5000 طلقة في الدقيقة. أما عن المدى فيصل إلى 5000 متر على حسب الهدف إن كان في الجو أو على سطح الماء. طول السفينة 156 مترا وسرعتها 32.7 عقدات. 5. المدمرة زوموت كلاس. ما تشاهدونه الآن هي أكبر مدمرة في العالم. ينتج المظهر المميز للسفينة عن متطلبات التصميم لمقطع عرضي منخفض للرادار، كما أنها تتميز بهيكل متدرج خارق للأمواج تنحدر جوانبه إلى الداخل فوق خط الماء. كما تتميز السفينة باحتوائها على نظام طاقة متكامل يمكنه إرسال الكهرباء من مولداته التربونية إلى محركات أو أسلحة الدفع الكهربائي. والبنية التحتية الشاملة لبيئة حوسبة السفن وأنظمة مكافحة الحرائق الآلية قد تم تصميمها لتتطلب طاقما أصغر وأن تكون أقل تكلفة في التشغيل من السفن الحربية المماثلة. ولكم أن تتخيلوا أن تكلفة السفينة الواحدة من هذا المشروع كانت حوالي 7.5 مليارات دولار. تحتوي كل سفينة على 2 من المدافع المتقدمة من عيار 155 مليمترا، وهذا المدفع لا يحتوي على المدفع فقط، بل يحتوي على مقذوفة للهجوم الأرضي طويل المدى، والتي تحتوي على رأس حربي له شحنة انفجار بقوة 11 كيلوغراما. طول السفينة 190 مترا وسرعتها 30 عقدة. 6. مدمرة بنظام الدرع القتالي إيجيس. دعونا نعرفكم في البداية ما نظام الدرع القتالي. إنه نظام أسلحة متطور تم تطويره بواسطة قسم الصواريخ والرادار السطحي في شركة RCA، وهو نظام أمريكي في المقام الأول، لكن اليوم هناك الكثير من الدول التي تلجأ إليه لأنه نظام قوي وآمن. فهو يستخدم تقنية حاسوبية ورادارا قويا لتتبع الأسلحة وتوجيهها لتدمير أهداف العدو. ومن هذه الدول اليابان التي قررت أن تصنع العديد من هذه المدمرات لحماية نفسها. 7. طيب 055. إنها فئة من مدمرات الصواريخ الشبح الموجهة التي يتم إنشاؤها للقوات البحرية الصينية. كغيرها من المدمرات تحتوي على أجهزة استشعار متقدمة وأسلحة متطورة، لكنها تتفوق في السلاح الجوي عن السلاح البحري ضد الغواصات. لكن المثير للاهتمام أن هذه المدمرة تحتوي على العديد من تدابير دعم الحرب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار ووسطات البيانات الكهروضوية. وهذه الميزات لا توجد في الأمثلة التي ذكرناها، وبهذا تكون هي الأكثر تطورا. يبلغ طول المدمرة 180 مترا مع سرعة تصل إلى 30 عقدة. 8. أرلي بورك. كما ذكرنا أن نظام الدرع القتالي إيجكس أمريكي، وهذه المدمرة الأمريكية تحتوي على هذا النظام. الوصف المناسب لهذه المدمرة أنها سلاح دمار شامل، فهي تقوم بالعديد والعديد من المهمات، إذ إنها تحتوي على أسلحة مضادة للطائرات والغواصات، كما أنها تستطيع إطلاق ضربة أرضية استراتيجية بصواريخ توماهوك، كما تحتوي على مجموعة من أجهزة السونار، وتشمل السفينة منصة لهبوط الطائرات المروحية عليها. أما عن الصواريخ فلديها نظام الدفاع الصاروخي الباليستي، كما أنها تحتوي على منصات أسلحة مضادة للأقمار الصناعية. تتراوح طول المدمرة بين 153 إلى 155.3 أمتار، وسرعتها تبلغ 30 عقدة. 9. المدمرة تايب 045.
المدمرة تايب 045 صممت خصيصا لتكون مضادة للطائرات والصواريخ في المملكة المتحدة، وهي عبارة عن 6 مدمرات تمت صناعتها من كتل مسبقة الصنع، ولقد تم بناؤها في أحواض بناء السفن المختلفة. بنيت هذه المدمرات لتحل محل المدمرة 42، فمركبة واحدة من فئة 045 تحل محل 5 من فئة 42. تم إطلاق أول مدمرة من هذه الفئة في عام 2006، وقال المتخصصون إن هذه هي أقوى مدمرة في البحرية الملكية وأفضل سفينة دفاع جوي في العالم. أما عن الطول فهو 152.4 أمتار، والسرعة 32 عقدة. تم انتقاد هذا المشروع بسبب ارتفاع التكلفة، حيث وصلت تكلفة 6 مركبات إلى 8.6 مليارات دولار، وما يزيد عن 2 مليار دولار زيادة عن الميزانية الأصلية. وقد كان هذا هو السبب وراء تأخير إطلاق أول سفينة التي كان من المفترض أن تكون جاهزة في عام 2007، بينما تسببت زيادة التكلفة في إطلاقها عام 2010. هذا كل ما لدينا عن تلك المدمرات القاسية. أخبرنا في التعليقات ما أكثر مدمرة قد نالت إعجابكم ودهشتكم أكثر، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا. نراكم قريباً.